مازلنا نكملوا نحكيوا على ريم ومن بين الحاجات اللي حبينا نشاركوكم فيها حمروني نيوز. حمروني نيوز اللي هي الفقرة اليومية اللي تخدم فيها ريم في كافي كريم مع عفاف الغربي, وتحية كبيرة لعفاف وإن شاء الله ربي يصبرها. يعني ما تتخيلوش الوضعية اللي فيها عفاف توا, خاصة أنه سافرت وبعد ما سافرت وصلها للخبر هذية, ومش بالساهل أنه عبد يكون في الغربة ويسمع بخبر متاع وفاة. فإن شاء الله ربي يصبرك عفاف ريم. الفقرة هذية اللي مصباح وتبدأ تخطلها وكيفاش باش تنجم تخدمها وتخدم فيها بكل محبة للناس, خاطر الخدمة اللي تخدم فيها ريم واللي توصل لقلوب الناس قاعدة تخدم فيها بمحبة وبصدق. اخترنا لكم بعض ليزكستريم من حمروني نيوز, نسمعوهم ونرجع لكم نواصلوا معاكم في كافي كريم. حمروني نيوز. عفلو انا ما لقيت ما نقول كان لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ريت الايواء الوجوبي قديش مهم. صحيت مدام عفيف قال له ذهب سبحان الله, قال لك صندوق النقد الدولي باش يقسمهم بركه على الصادقين الى اخي. انا ترش فكرني هذا فكان ميساج اجري اجري لقيت جره ذهب ذكرتوه هذاك. جينا في الليل ما ثلاثه نتاع الصباح يجيك الميساج هذاك. مختصر الحديث كان المتكلم مهبول اللي يسمع بعقله, ولكن على ما يبدو المتكلم ياخذ ويعطي واللي يسمع فيه كيف كيف. الحصيل على مواقع التواصل الاجتماعي لهبال ضارب أطنابه وربي تستر مذهب. معناتها مطر هكايا والطقس الرومانسي اللي تحبه عفاف الغربي ومدام أمال وأختي نادية وأختي مريم وتونس الكل يحبوه الطقس هذايا. شنو هو أقصى الأمنيات في الطقس هذايا مدام أمال؟ شنو تتمنى تو في اللحظة هذه أنت شنو تعمل؟ أنا في اللحظة هذه أتمنى نكون قدام تلفزة كيستي وفيلم. ريتهم كل الأفلام اللي تعديوا شوية تفين في الامسيس هكاك. امسيس مدام عفاف أمتنع على الإجابة. منجمش قولك أنا نعرف الإجابة متاعك, خاطر ماناش وحدنا اللي ماذا بينا هكا تبدأ قاعد قيوة أنتي امسيس. أنا روتانا كلاسيك كنواري بلون دونك ماناش أمنياتنا وحدنا. أنا موزيكا موزيكا أوكي دونك التونسة الكل تقريبا فرد موجة فرد موجة لويه يا برا ربي قدرني على فعل الخير صحيح اليوم صحيح. وعيشوا حياتكم واستمتعوا وفهموا رواحكم ومن بعد كل شيء يتحل, ورغم كل شيء الحياة حلوة. احنا هكا جامين توبوا على لهوتنا بالعباد فيها البلاد, وتخيل هكا كان كل واحد جاء واحد تلهى في حواجه وفي أموره. الحقيقة رنا لباس, أما اللهوة رياضة وطنية. عاد أنا الذكرى رجعت بيا, عندك لرفاء اللي عنده أكثر من بارقلة سنين ومينين وأجيال وراء أجيال متروس فاقس. عاد شي تفكرت أنا مش المشاريع هذه يا برك المدينة الرياضية متاع فاقس مترو نابل الحمامات تقليبية الهوارية المدينة الصحية متاع القيروان. ويني ويني قول هذيك ما زالت جديدة ما تعدلش عليها. المدينة الاستشفائية السياحية في الحام كلية الطب بمدنين ويني ما يتحدث بلاكا 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 صحيح. المدرسة الرقمية ويني ويني رقمنة الإدارة ويني صبخة السجومي اللي باش يردوها منتجع ويني الويفي قالك مش يودي بلاش من لافينيو وفي البلايس الكل في تونس وينو. الحصيل المشاريع موجودة والنية موجودة والوراق موجودة وفما أشغال موجودة, وقتاش تحضر ما نعرفوش وحتى حد ما يعرف. وإحنا نعرف راهو اللي باش نقدو باش نعملو كذا وكذا وكذا والزربلاء. ويقول لك زيدا اللسان ما فيش عظم ونورمال, أجيال وراء أجيال المشاريع ما فماش والأشغال ما زالت ما كملتش. يا شعب تونس من هالمنبر أنا نوجه لكم نداء بربي مكساب يعيشكم مكساب لين فماشي ما المشاريع هذية ترى النور يوما ما الواحد يعيش ويراهم يرى هالمشاريع هذية. أي ساعة
سيدي نرجع لشهر فيفري وبمناسبة حلوله جعله الله علينا خفيفا ظريفا. فيفري كن خفيف راهو جانفي ما خلاش فينا. حمروني نيوز. كما سمعتوا هذوكم بعض ليزكستري من حمروني نيوز. ان شاء الله ربي يرحم ريم، وممكن برشا ناس كتبت على ريم وبرشا ناس نعاتها وبرشا ناس اللي حبت تخلد ذكرى ريم. من بيدهم رفيقها علي زمور كتب: ليش رحلتي وخليتينا، ليش رحلتي وانتي نجمه في ليالينا، تهدي تائه وسط الظلمة، ضوي شوارعنا الحزينة، ليش رحلتي وما فكرتي ودعتينا، زعما سمعتي صوت الفاضل ولا ناداك اليعقوبي ولا سمعتي صرخة رينا لينا، ليش رحلتي وما فكرتي ودعتينا، ممكن شكري توحش صوتك واحنا اللي كذبنا ورددنا، شكري حلمة كان معانا وتوا شكري ساكن فينا، ليش رحلتي ما فكرتي ودعتينا، جايز انتي كرهتي الردة واحنا كسكتنا كرهتينا، وانتي صوت الشعب الغاضب صوت العامل وسط المينا، ليش رحلتي وما فكرتي ودعتينا، لكن انتي ظلمتي رفاقك استعجلتي وشويتينا. هذوما الكلمات الرفيقة علي زمور، وباش نحاولوا نوصلوا لماكسيموم الرسائل اللي تكتبت والكلمات اللي حكيت على ريم. ومن بين الناس اللي نجم يحكي على ريم وبالحق كان معاها في تجربة اللي ريم حكيت عليها برشا، وحكيت لنا خاصة على رحلتها الأخيرة في بيروت والعروض اللي قامت بهم، العرض أربع وقت مع سهير بن عمارة، شكرا رماح، وميمة المحرزي، بسمة البعزاوي، سيرين جنون، اللي لما كانت فخورة بها برشا ريم. وممكن تنجم تحكي لنا على بعض الذكريات. سهير بن عمارة اللي حاضر معنا بالتليفون ويعطيها صحة أنها قبلت تدخل معنا اليوم في كافي كريم، في نعرف صعيب أنه الواحد يتكلم وإلا يوصل اليوم، لكن مثالش نخليوها وثيقة كما بكري نحكي أنا وصديقتي ريم نور الدين أنها توثق المسيرة نتاع ريم الحمروني. مرحبا سهير، وديما نقول البركة فيك وفينا وفي تونس في فقدالنا ريم الحمروني. البركة فينا الناس الكل. معناتها لليوم أنا ما معناتها في الليل ما رقدتش توا، نحب نستوعب بالضبط، نحب نستوعب ونحب نصدق ولتوا ما نجمش، معناتها تخوني حتى للعبارات، ما عنديش كيفاش نقولوا، كيفاش نجم واحد يستوعب الفاجعة بالحق، خاطر في الحالة هذية حد ما كان يتوقع بالحق. ريم تخطفت بطريقة
كان حتى حد يستناها، ما كان حتى حد يستناها، ما نجموش نحكيو عليها هالوجيعة، لكن ديما نقولوا الحمد لله هذاك قضاء ربي سبحانه، وان شاء الله ربي يرحمها. اللهم الاعتراض اما اللي يعرف ريم من قريب ينجم يفهم علاش الكلنا تاثرنا برشا، والكلنا معناها ما 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 باش تحكي على ريم، باش تحكي على ريم الإنسانة، باش تحكي على ريم المناضلة، باش تحكي على ريم المرأة، باش تحكي على ريم القوية، باش تحكي على ريم شهلولة الضحاكة، ريم صاحبت أصحابها، ريم تحسك اللي هي أختك، اللي هي أمك، اللي هي زميلتك. ريم أنا ما نعرفهاش كان من كلوب دو شان، ريم نعرفها من أيامات القراية، من أيامات سونتر فيل، نحكي على 20 سنة. ريم معناها الناس الكل ريم معناتها جزء من التاريخ، معناها من التاريخ نتاع سنتر فيل، معناتها قداش باش تحكي على ريم، قداش معناها ما تشوينا تقهرنا التوا صدقوني والله العظيم نزلت ما استوعبتش صعيب بالحق نفهمك سهير، انا واحده من الناس وفرحانه اللي عرفتها اللي بالحق معناها عرضتني ريم في حياتي، فرحانه اللي عرفتها من قريب، اللي وعرفت خاطر عبيد كيف ريم ما يعرضوكش برشا في حياتك. صحيح. تتوين فان اكسبسيونال. قد ما نحكي من هنا العام اخر ما نوفيهش حقها. نحبها. نحبها وقلت لها نحبك ألف مرة ومرة. وبش نقعد نحبها وبش نقعد نتفكرها. وبش تقعد ذكرها طيبة معانا. الله يرحمها. والله لا يورينا غيار في حد نحبوه هكا ما بالحق معنا. أمين يا ربي أمين. والله لا يشفينا في عبد محليه بالحق، معناتها في إنسان محليه باش تخلي بلاستها ما تتعوضش. والله يرحمها. وهذيك شو نجم نقول، ما يعطيك صحة سهير، نعرف مش سهل الحديث في مواقف كما هكايا. مريم قولوا لك هنيئا لك بمحبة الناس اللي يعرفوك واللي ما يعرفوكش، زايدة اللي قابلوك في الدنيا واللي ما قابلوكش، الناس الكل تدعي لك، الناس الكل تترحم عليك، الناس الكل تحبك، ومحلاها كيف نخرجوا من الدنيا هذية بكمية المحبة هذه الكل. هذاك اللي يقعد أثر، هذاك هو اللي يقعد حديث بعدنا، وكيف نقف ونقولوا زعما احنا ايش باش يحكيوا علينا بعد ما نتوفاو. ربي فضلكم، ربي طول في اعماركم، احنا مكملين معاكم في كافي كريم، نرجع لكم بعد اخبار.